بالتفاصيل وللتعليق عن الموضوع معنا من الرباط فاطمة المغناوي رئيسة مركز النجدة لمساعدة ضحايا العنف من النساء. أستاذة فاطمة مساء الخير، أهلا بك معنا. الحبس لمن يضرب أخته في المغرب، العقوبة ما بين 3 أشهر إلى 2 سنين، أولا رأيكم في هذا القرار، إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه العقوبة رادعة؟ نعم، إذا في البداية أشكركم على اهتمامكم بهذا الموضوع اللي هو موضوع الساعة وموضوع لماذا يفعله الحركة النسائية المغربية بدينامية وباستماتة منذ أكثر ما يزيد على 10 سنوات منذ 2006 ونحن نناضل من أجل إقرار قانون لمناهضة العنف ضد النساء. اليوم في يوم 29 يناير طبعا صوتت لجنة العدل والتشريع في مجلس المستشارين وهي الغرفة الثانية وبحضور أعضاء اللجنة على مشروع قانون نسميه 113 المتعلق بالعنف ضد المرأة. نعم. ما كان مبرمجا. إذا هذا القانون رغم مؤاخذتنا على يعني كثير من البنود وكثير من أشكال العنف التي لم ترد فيه فسأذكر التعديلات التي أخذها. نعم. كما قلت الآن في هذا القانون هناك زيادة للعقوبات في حالات العنف عندما يكون مرتكب العنف أحد الإخوة أو عندما تكون الضحية، هذا أيضا فهو مهم، في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية. نعم. طيب سيدة فاطمة، قبل البرنامج، نعم سيدة فاطمة، قبل قليل قبل البرنامج كنت في بث مباشر على الفيسبوك مع المتابعين وطرحت هذا الموضوع، كانت هناك ربما بعض الردود التي اتفقت 100% مع هذا القانون مع هذا القرار، بعض الأشخاص رأوا بأنه يمكن هذا القانون سيساهم في نشر الفساد، هناك البعض قالوا بأنه هذا نوع من التربية، يعني لا تزال لدينا شريحة في المجتمع تفكر بهذه الطريقة، يعني بعض المتابعين كان هذا رأيهم، يعني كيف يمكن زيادة الوعي بأنه هذه المرأة لا يجب أن تعنف أيا كانت أم، أخت، زوجة، أم صديقة، أم أي فرد من أفراد العائلة أو زميلة؟ تماما. والله يا أختي القوانين، إحنا لما نناضل من أجل تغيير القوانين نعتبر القوانين أداة لتغيير العقليات. هذه العقلية الذكورية التي لا زالت سائدة في المجتمع القوانين يعني تساهم في تغييرها، طبعا ليس وحدها ولكن بخطط إعلامية وبالتحفيز وبالتوعية في صفوف المجتمع وعن طريق كل الوسائط التربوية وعن طريق وسائط الإعلام، التلفزيون، الراديو، والصحافة المكتوبة والمرئية إلى آخره، هي التي يمكن أن تساهم في تغيير العقليات، وكذلك دور المدرسة، دورها أساسي، وإلا سنجد أنفسنا أمام قوانين طبعاً وعقليات ترفض كما تفضلت بالحديث عن ذلك. إذاً هذا قلت من التعديلات. نعم. التعديلات أيضاً أضيفت مادة جديدة عامة تنص على أن السلطات العمومية، هذا موضوع حديثنا الآن، السلطات العمومية يمكنها تتخذ كل تدابير الإجراءات اللازمة لقيام العنف ضد النساء، وهذه السلطات تصدر السياسات والبرامج. طيب سيدة فاطمة، أيضا فيما يخص هذا العنف ضد المرأة، نعم نقطة يعني أخرى، نقول أن العنف ضد المرأة لا يعني لا ليس الضحية دائما هي طبعا المرأة، ولكن يؤثر على المجتمع، يؤثر على سير التنمية، يؤثر على مردودية النساء إلى آخره، بمعنى أن المجتمع كله يتضرر، وخصي مواطنين مواطنات يعرفوا بأن العنف ضد النساء عنده تكلفة، عنده تكلفة اجتماعية وعنده تكلفة اقتصادية. طيب هناك نقطة أخرى
نقطة أخرى سيدة فاطمة، من خلال رأي المتابعين أيضا نقطة أخرى أريد أن أطرحها معك، كانت رأي بعض المتابعين قالوا أنه هناك ربما بهذا القانون يمكن أن يعزز أو يدفع البعض يعني من الفتيات إلى ربما إذا كان لديها مشكل مع أخيها أن تذهب إلى السلطات وتقول أنني أعنف من قبل هذا الشخص أو من قبل أخي. يعني هنا هل من إجراءات للتأكد يعني فعلا بأنه هذا الشخص فعلا عنف هذه الفتاة وبالتالي يستحق العقوبة التي يمكن أن تطبق بحقه؟ طبعا سواء التجأت إلى السلطات المحلية سواء التجأت إلى الجمعيات النسائية اللي عندها مراكز لاستقبال النساء ضحايا العنف، فهناك وسائل وهناك آليات وهناك استمارات وهناك أسئلة اللي يمكننا نعرفها، هل تم تعنيفها من طرف أخيها أو أنها يعني مجرد شهمة أو مجرد استغلال القانون للتحايل على القانون. هناك أدوات وهناك الآن الجمعيات التي تعمل في المراكز يعني تلقت تكوينات عالية مستوى عالي ومن خبراء دوليين ووطنيين، تقنية الاستماع حول تقنية جمع المعطيات إلى آخره. يعني مسألة أصبحت علمية، ماشي مسألة عادية أنها تقدم شكاية ويعني تتم الثقة بها ودخول في إجراءات مسترة. لا نعم، شكرا لك، أشكرك جزيلا سيدة فاطمة المغناوي رئيسة مركز النجدة لمساعدة ضحايا العنف من النساء، كنت معنا عبر الهاتف من الرباط، شكرا لك.